Did you call her? Did you call her? Did you call her? حتى نتحدث هذه العبارة مثل الأمريكان بالشكل اللي سمعناه، نطبق 5 قواعد من قواعد اللهجة الأمريكية. قاعدة الإدغام: حرف الدي إذا التقى ويا حرف الواي ينقلب صوته من ده إلى جه. نعتبر الكلمة يو كلمة غير مهمة، لذلك نخفض صوتها الصادر من الثنائي أو يو من ضم مستقيم طويل أو إلى آ قصيرة جدا شوى. وهذه قاعدة التخفيض. نعتبر الكلمة call كلمة مهمة، فعل العبارة قلب العبارة، لذلك نشدد على صوته وهو آ طويل مع أبراج شفتان آ الصادر من حرف الأي. نشدد هذا الصوت يعني نطلقه ببطء call، وهذه قاعدة التجديد. الضمائر مثل her, his, him ممكن أن نحذف حرف الـ H من إذن بمعنى نلغي صوت الهاء. فهذه الكلمة من صوتين هاء و R R الـ L الأمريكي. نلغي صوت حرف الـ H فيبقى فقط صوت R الـ L الأمريكي R، وهذه قاعدة الإلغاء. ندمج هذا الصوت R الكلمة اللي قبله فنحصل على التركيبة color، وهذه قاعدة الدمج. إذا تتحول من عبارة رسمية تصلح فقط بالدراسة تتكون من 4 كلمات did you call her إلى موج صوتية تصلح بالمحادثة الأمريكية اليومية تتكون من نغمتين: نغمة غير مهمة غير مشددة سريعة did you ونغمة مهمة مشددة بطيئة caller caller did you caller did you caller.